وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، تابعنا جلستي الاستماع بمحكمة العدل الدولية والتي استمعت خلالها لوفد جنوب أفريقيا أمس واليوم الوفد الإسرائيلي، قراءتك لما جاء بجلستي الاستماع خاصة قول إسرائيل أنها تتصرف دفاعا عن النفس؟ بالتأكيد يعني موقف جنوب أفريقيا هو استمرار في إجراءات الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة يمكن من يناير الماضي، وقدمت جنوب أفريقيا مرافعة شفوية الحقيقة، وبتؤيد في وجهة النظر بشأن الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في غزة، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية. جنوب أفريقيا إذن بتعبر عن استمرارية في موقفها. وأنا عاوز أقول أيضا أن مصر انضمت في الأيام، أعلنت اعتزامها في الأيام القليلة الماضية الانضمام إلى هذه الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولي. الجانب الإسرائيلي أيضا وفريق الدفاع عن إسرائيل في المحكمة بيعبر عن وجهة النظر الإسرائيلية الحقيقة، واللي ممكن نعتبرها استمرارية للمنطق الإسرائيلي المغلوط. ووفقا لوجهة الدفاع الخاصة بفريق الدفاع الإسرائيلي، فإن إسرائيل بتقوم بعملية دفاع عن النفس ضد حماس. إذن كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية ومن أعمال قتل وتدمير ومذابح في قطاع غزة يعتبر دفاع عن النفس من وجهة النظر الإسرائيلية. طبعا احنا بننظر إلى ده في أنه نوع من الاستخفاف بالقانون الدولي، وأيضا نوع من نقدر نقول من عدم الاحترام للمنطق وللعدل. نعم. المحكمة طلبت من إسرائيل أنها تقدم مرافعة مكتوبة للمحكمة يمكن في فترة أقصاها الغد. أيضا كان في تخوف، وده اللي أبدته المرافعة الخاصة بجنوب إفريقيا، من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح وما يمكن أن يترتب عليه من تصعيد للمأساة الإنسانية اللي بيعاني منها قطاع غزة. إذن نحن إذا موقفين، موقف يعبر عن المنطق المعكوس وهو المنطق الإسرائيلي، الموقف الثاني وهو يعبر عن الاعتدال والتمسك بالقانون الدولي وقواعده الأصلية وهو موقف جنوب إفريقيا، واللي انضمت أيضا مصر أعلنت اعتزامها انضمام لهذه الدعوة. أنا عاوز أقول إن ده يمكن أن يكون له آثاره الإيجابية، وده اللي أعلنته حتى جنوب إفريقيا، لأن مصر يمكن أن تقدم أيضا ما يفيد توثيق الانتهاكات التي قامت بها وما زالت تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة. طيب دكتور، من واقع خبرتك القانونية، ما هي الخطوة المقبلة الآن بما أن كل طرف قدم حجته ووصفت حجة إسرائيل بأنها استخفاف بالقانون الدولي؟ طبعا حجج إسرائيل بتعبر عن المنطق المعكوس وعن الاستخفاف بالقانون الدولي. المحكمة كانت قد أصدرت في مرحلة سابقة تدابير مؤقتة لحماية الأوضاع في غزة من مزيد من التدهور، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل. إذا احنا بنتوقع الآن أن يصدر بعد هذه المرافعات الشفوية أن يصدر قرار من المحكمة بشأن ضرورة الحفاظ على المدنيين، على إخلاء غزة من القوات الإسرائيلية أو انسحاب القوات الإسرائيلية، إيقاف إطلاق النار، إدخال المساعدات الإنسانية. ولكن الفصل في الدعوة قد يستغرق فترة طويلة، إنما بالنسبة لهذه الإجراءات التي يمكن أن تتخذ المحكمة يبقى السؤال عن متى ينفذ. هي دي المشكلة الحقيقية. وهل ستقوم إسرائيل بالتنفيذ أم ستكون استمرار لسياستها السابقة في عدم تنفيذ القرارات الدولية وعدم الاهتمام بها، لأن هناك من يؤيدها من أطراف
دولية مؤثرة، وخصوصا أن التنفيذ، ودي نقطة مهمة من وجهة نظري، أن المحكمة اختصاصها قضائي، ولكن التنفيذ يكون من جانب الذراع التنفيذية أو الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة وهو مجلس الأمن، والذي يمكن استخدام حق الفيتو لعرقلة التنفيذ. أشكرك دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.